المينيموم نفسه، ال 10% محتاجينها تزيد تزيد عن 10% تبقى 20% السنة دي. الأجل المتوسط والطويل تدخلات أي أيضاً ليها أثر كبير إن هي هنعمل لنا مضاعفة في 2022. طبعاً الأهداف الهدف الأول في الأجل القصير ده محتاج مقترحات تنموية، حوافز نقدية وتمويلية، حوافز مالية. محتاج بعض المشروعات القومية اللي هي تبقى موجهة، ممكن تبقى من دعم الصادرات أو طرق أخرى زي تطوير معامل الجودة والفحص وأنظمة التتبع خصوصا للقطاع المحصولات الزراعية. في أفكار تانية هنطرحها اللي هي شبكة مراكز اللوجستيات وخدمة المشترين الأجانب بكل من التجمعات الصناعية دي لأجل التفاصيل والطلب. برامج لنكاسة الأصوات الخارجية وتمويل الصادرات بناء علامات تجارية قطاعية دي احنا عايزين نشتغلها وخصوصا مع الأمشا. كانوا عارضين ان هم يساعدونا في الماركتنج والبراندنج بتاع الصادرات في القطاعات المختلفه، فده انا بعول على المهندس طارق ان هو يساعدنا فيه. والمؤامره المتطلبات هو ايه دولار؟ ما احنا معرفش بس عايزين ريسيبروكيشن. انا قاعده اهو بلاقيك مرتين. لا لا